غلطة هناخد مع بعض الناس ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش اللي جازف ده انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش الخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء. مساء الخير ومساء السعادة على كل الشعب المصري، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا مع بعض. وفي يوم مفترق زي النهاردة أكيد كلنا بنرفع إيدينا عشان ندعي لبعض، ندعي لبعض إن ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ قيادتنا ويحفظ شعبنا وأهلنا الطيب. النهاردة إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم في مكان أنا سعيد إن أنا موجود فيه، في حي الأسمرات. أحلى حاجة في الدنيا إنك أنت تعمل حاجة تسعد بيها كل الناس اللي حواليك، وإحنا النهاردة متواجدين علشان نسعد كل الناس اللي حوالينا، عشان نسعد أهلنا اللي هم يستحقوا إن هم يكونوا في مكان أحسن من كده. النهاردة إحنا في حي الأسمرات، حي الأسمرات كان البداية ولكن مش النهاية، في مدن كتير موجودة زي حي الأسمرات، ولكن إحنا تواجدنا النهاردة علشان فعلاً نكون في وسط أهلنا في المكان ده، المكان اللي أنا سعيد إن أنا موجود فيه. بجد المكان ده كان حاجة تانية، والنهاردة فعلا كان مكان فيه مخاطر كتير، ولكن النهاردة أعتقد إن مكان آمن ومكان صحي ومكان فعلا يخرج منه بيئة ونشأ طيب. فإحنا النهاردة متواجدين علشان زي ما قلنا إن إحنا ندخل البسمة على كل أطفالنا الصغيرين. بطلب من كل الناس اللي بتشوفنا، كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، إن إحنا ندعي لبعض. وعايز أشكر كل واحد فكر اشتغل وتعب ان يخرج المكان بالشكل ده، فعلا نقدم له كل التحيه وكل الشكر. عايز اقدم كمان التحيه والشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان دايما بيسعى ان هو يوجد الاماكن اللي فعلا وحياه كريمه لكل مواطن مصري. فكل الشكر كل الدعم لكل القيادات المصريه. ما انتهاش الموضوع ولسه ان شاء الله مكملين معاكم ومع تيم سكاي دايفنج، وهنشوف ايه اللي هم عاملينه النهارده وايه الهدايا اللي جايين بيها ونازلين بيها من السماء علشان نسعد بيها كل اطفالنا ونسعد بيها كل اهالينا هنا في حي الاسمرات.
السماء نجوم السماء. يمكن زي ما احنا شفنا ومكملين لسه معاكم النهارده، احنا موجودين طبعا مع كل اولادنا وحبايبنا. معايا محمد. محمد ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. بتلعب ايه بقى؟ كونغ فو. ولعيب كويس ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. يا وعد عامله ايه؟ مبسوطه؟ تلعبي كونغ فو برضه؟ هتلعبيني دلوقتي؟ ها هتلعبيني ليه؟ ايه؟ لا مش هخسر، خليك انت تكسبي. بعد كده بص بقى، احنا جايبين لك النهارده هدايا. ايه رايك في دي؟ حلوه؟ عجبكي؟ ها؟ مبسوطه؟ طب يلا هتدعي لي؟ هتدعي لي تقولي ايه؟ ايه؟ بس ربنا يخليك. احلى دعوه. خدي كمان، بصي دي كمان. ايه رايك في دي كمان؟ خد يا عم محمد، ايه رايك في الحاجات دي بقى؟ في كل غرس هتلاقي دفع والخير ما ينسها، امانها اكيد سبب كافي وده اساسها. عشان مستقبل ولادي، وبكرة أنا مطمن على بلادي. في كل غرس هتلاقي دفع والخير ما ينسها، أمانها كده سبب كافي وده أساسها. تاريخ مكتوب، تاريخ شاهد جمال معلومة. تشوف من فوق بلد حلوة، تحس بفخر وبهيبة، وتمشي في أرضها للآخر وطيبة. هنا نجوم السما في بلدي، ولادها منورين فيها، ده نورهم خير على فرحة ومحليها. في كل ورق
عشان